ده بنسيون شرح قوي. على الله اللقمة هنا برضو تتندغ كده وتبقى حلوة لحسن الواحد وقع من جوع. الجنينة اللي بره كمان حلوة قوي صح؟ ايه ده؟ ده في بار هنا، ده احنا هنعيش. نعم. لا انا قصدي يعني بقول ايه اللي يجيب بار في اوتيل غريبة. الله، ده في ديسكو كمان. ديسكو؟ لا انا قصدي يعني ايه اللي يجيب ديسكو في اوتيل غريب قوي الاوتيل ده. يا نيت اهلا وسهلا، يا مرحبا، يا اهلين استاذ ناجي، يا مرحبا، اهلا وسهلا يا شباب. محسوبك ريمون مدير الاوتيل. اهلا وسهلا. وين الويلكم درينك؟ وين؟ تفضل لعندي على المكتب، تفضلوا، اهلا وسهلا. تفضل. تفضل. ايه رايحين فين؟ خليكم جنب الشنط. يا اهلين استاذ ناجي، يا مرحبا، نورت الشام، يا ارض حرسي ما عليكي، تفضل تفضل. يا اهلين وسهلين. يا اهلا وسهلا بالاستاذ ناجي. ابو القاسم موصيني عليكم كثير وقال لي انكم جايين امبارح، ليش تاخرتوا؟ الظروف بقى ريمون، على مو كل تاخيره وفي اخيره. يا مرحبا باهل مصر وناسها الطيبين الحلوين، بلدكم الثاني هون. هي مصر وسوريا ايه؟ ما هو واحد. اي والله واحد. عمار يا مصر، بلد الفن والجمال والناس الحلوه. تعرف استاذ؟ انا ما فيني نام كل ليله الا اذا بشوف فيلم لاسماعيل ياسين. اسماعيل ياسين ده فنان كبير، كل الناس بتحبه. بعشقه، بعبده، خصة هيك وقت ينزل لي شفايفه بيعمل بيعمل ازاي؟ يا سيدي ما بعرف، أنا ما بعرف، بفرض من الضحك. على العموم أستاذ نازلين لي لوحدي عندنا بس؟ إن شاء الله، بس بيني وبينك إحنا تعبانين، ما نمناش، إحنا بقالنا مدة ما نمناش. أستاذ السويت جاهز وغرف الشباب جاهزة. طب مش هتشوفوا الباسبورتات نملة أبلكيشن؟ عيب أستاذ، نحن نشوف هويات اخواتنا؟ انتوا جايين من طرف ابو القاسم، يعني هذا الاوتيل اوتيلكم، نحن عندكم ضيوف. ده ابو القاسم ده بان عليه لعبه جامده قوي. شو عم تقول استاذ؟ بقول يعني يشكر ابو القاسم. طيب ممكن ندفع ثمن الليله دي مقدم؟ عيب يا استاذ، شو عم تحكي؟ بس يعني ما صحش كده ريمون. مصاري؟ انت جاي تحكي معي بالمصاري؟ انت لسه ما بتعرفني منيح ولا بتعرف نظام الاوتيل. ياما اجى لعنا مليارديريه وما نزلناهم بالاوتيل، نحن مننزل الناس الطيبين اللي يقعدوا عنا مثلكم. في عندكم مثل بمصر بيقول نحن بنشتري راجل. والله يعني الحياه نظام حلو قوي. استاذ ما عم تقولي قاعدين ليله وحده؟ ايوه. انا برهنك على اللي بدك اياه، اذا بكره الصبح ما راح تيجي وتقول لي ريمون مدد الاقامه يا ريمون. لا معلش، اصل احنا عندنا شغل كثير في مصر وان شاء الله حنيجي مره ثانيه. على العموم استاذ هلا بتطلع تريح شوي وراح ابعث لك الفطور اللي عندك على الغرفه. لا 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 لا، ما تبعتليش حد على الغرفه. انا احب اكل في المطعم. اوكي اللي بدك اياه استاذ. يا جورج طلعوا شنط الاستاذ ناجي والشاب على الغرف. لا معلش، الشنط احنا بنفسينا حنطلعها، هتبقى معانا يعني، ما تتعبش نفسك. كيف استاذ؟ ما احنا بحقنا، بيجي على ابو القاسم. اصل الشنط هتبقى في السويت عندي. والشباب كيف بدي اغيروا ملابسهم يا استاذ؟ لا اصل انا عامل لهم نظام يعني، واخد بالك؟ اللي عايز يغير هدومه يجي عندي في السويت، يسيب غياره القديم وياخد غيار جديد، انا ما عنديش حد يغير مع نفسه كده. والله انا هي اول مره بحياتي بسمع بهيك شيء. على العموم يلي بدك اياه يا استاذ بسي. وكمان بقى بلاش بتوع خدمه الغرف والحاجات دي يخشوا عندي في السويت. انا احب السويت بتاعي يبقى منعكش ومدهول وريحته معفنه كده يعني، ها مش كل واحد بقى داخل خارج يعمل لي شغلانه. ما بصير يا استاذ، ابو القاسم موصينا. هو ابو القاسم مش قال لك تريحوه؟ انا مرتاح كده. على عيني يا استاذ، تكرم. حاضر يا استاذ. وهدول مفاتيح الغرف جنب بعض، الطابق كله لإلك. ايه عايز ايه؟ ايه ده؟ الحلاوه هنا يا معلم، افتح الهويس وحد جامد. مثل بيقول لك ايه؟ جو الشمايه تعيش عيشه هنيه. يا عبد يا وليد يا وليد، شو تشربوا؟ ايه مالكم تشربوا ايه؟
لا اصل دي اول مره نشوف عيون حلوه كده من مده. مرسي كتير. بيره بس ساقعه. ساقعه اتجوزها. ساقعه. اوكي تكرم. سام ده ابراهيم. هتجوزها ابراهيم. هتجوزها دلوقتي. اه يا صلاح جوزها دلوقتي ابراهيم. ده انت اول واحده تشوفها في احنا فين؟ في سوريا. اول واحده تشوفها في سوريا تتجوزها؟ اهدى كده واقعد وتنقي وتختار. اختار ايه يا ابراهيم؟ الله يا ابني دي فرصه مش هلاقيها تاني، مش هلاقيها في الحاره دي ابدا يا ابراهيم. الله. وبعدين ناجي باشا بيقول ان احنا هنمشي بكره والفلوس معانا. يا ابراهيم يا ابراهيم مش هلاقيها في الحاره دي يا ابراهيم. مش كده الفلوس. تفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا، نورت بيتك ومحلك. يا مرحبا، شرفت استاذ. يا اهلين وسهلين. يا هلا. تفضل تفضل. يلا يا شباب كله يطلع بالشنط. ها انا مش فاهم ايه الاوتيل الغريب ده. بيره في اوتيل؟ حاجه عجيبه، حاجه عجيبه. تفضلوا تفضلوا يا شباب. تفضلوا يلا تفضلوا. ايه البيره اللي في الاوتيلات دي؟ انا مش فاهم. بيره في اوتيل؟ حاجه عجيبه. يلا حصلنا. هي بيره. ده اوتيل زباله. بيره. يا ميت اهلا وسهلا بالاستاذ ناجي. يا مرحبا. تفضل. يا مرحبا الاستاذ. يا نورة الشام. يا اهلا يا اهلا. يا ميت اهلا وسهلا. يا مرحبا. يا ميت مرحبا. اهلا وسهلا. وعندنا هون الطابق الاول احسن صالون بكل الشام. يلي بده يعمل مينيكير بيديكير، يلي بده يعمل مساج ساونا بخار، يلي بده يتكيس. هو ابو القاسم قال لك تكيسنا برضه؟ على العموم احنا مكيسين جاهزين. وعندي انا هون مطعم على المسبح بياخد العقل. هو ده الكلام يا باشا. لحسن الجوع هبقى على الواحد هبقى وحشه خالص. عندي اكلات طيبه بكل الشام ما في منها. سجقات، فتات، خاعات، بيض غنم. ايه بيض غنم؟ هو الغنم عندكم بيبيض ريمون؟ يا ناجي بيك. طب ما تقول كده.